بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب مقرر أساسيات الصناعات الغذائية والألبان. أبدأ معاكم شرح المحاضرة الخاصة بالباب الثالث، حفظ الأغذية. وهنا يجب أن نذكر المشاكل التي أثرت على جودة وسلامة الغذاء والتي تم سردها في المحاضرة السابقة، أو ما يعرف به التلوث البيئي أو ملوثات الغذاء أو مسببات فساد الغذاء. هنتكلم النهاردة عن حفظ الأغذية. كتير جدا من الوسائل اللي بتستخدم في إيقاف وتثبيط وتقليل مسببات الفساد أو المسببات اللي بتؤدي إلى تلوث الغذاء وجعله غير قابل للاستهلاك الآدمي. الوسائل دي قد تعتمد على التحكم في درجات الحرارة، التحكم في المحتوى الرطوبي، إضافة بعض المركبات اللي بتؤدي إلى تثبيط أو إيقاف نشاط مسببات الفساد. على سبيل المثال، قد يتم استخدام درجات الحرارة المنخفضة أو درجات الحرارة المرتفعة، خفض درجة النشاط المائي، خفض درجة الحموضة، تخزين الغذاء في جو هوائي معدل، أو استخدام كما ذكرت بعض المواد المضادة. هبتدي أسرد معاكم معاملة معاملة أو طريقة حفظ وأخرى، مع ملاحظة شيء مهم جدا، إن يهمني جدا في هذه الجزئية الأساس العلمي في عملية الحفظ، التأثيرات إما التي تؤدي إلى القضاء أو إيقاف نشاط أو تثبيط أو تقليل مسبب الفساد إلى الدرجة التي لا تؤدي إلى تدهور جودة وسلامة المنتج الغذائي. هنستخدم المعاملة الأولى اللي هو عبارة عن التحكم في درجات الحرارة، وهنا هنبتدي نتكلم عن الحفظ باستخدام درجة الحرارة المنخفضة، وهنا بقصد بيها عملية التبريد أو عملية التجميد. درجة الحرارة لها تأثير كبير على تثبيط وإيقاف وتقليل سرعة نشاط التفاعلات الحيوية أو نشاط مسببات الفساد أو نشاط ونمو العوامل اللي بتؤدي إلى تدهور المنتج الغذائي، وذلك على حسب درجة الحرارة المسببة. الحفظ بالتبريد بستخدم درجات حرارة تقترب من الصفر درجة مئوي لا تؤدي إلى تجميد المياه، وهي من الوسائل السريعة في عملية إيه؟ بستخدم وسائل التبريد سواء كانت التبريد الطبيعي أو التبريد الصناعي باستخدام سوائل وأنا حاطط لكم هنا أنواع كتيرة جدا من سوائل التبريد. عملية التبريد بتؤدي إلى شيء مهم جدا ولازم نحطه في اعتبارنا، وده بيبقى موضع سؤال، إن خفض درجة حرارة الغذاء مع الاحتفاظ بهذه الدرجة المنخفضة. يعني إذا عملية التبريد أو التجميد مش خفض درجة الحرارة فقط، لا، خفض مع الاحتفاظ بهذه الحرارة المنخفضة للمنتج. وعشان كده بتصمم غرف التبريد بقى لمنع تسرب اي نوع من انواع الحراره، ولذلك بحط بعض المواد العازله اللي انا حاطط لكم منها اشتراطات وايه وان مهم جدا ان احنا نعرف اثناء عمليه التبريد لابد من مراعاه درجه الحراره. قد يتم تعديل جو غرف التبريد، لان تعديل جو غرف التبريد بيؤدي الى زياده في فتره الصلاحيه، بحافظ على ارتفاع محدود في نسبه الرطوبه في جو غرف التبريد عشان ما يحصلش اي نوع من انواع المشاكل المصحوبه بفقد الوزن او انتشار الميكروبات. مهم جدا ان في عمليه التخزين ان يتم التحكم في درجة الحرارة المستخدمة في عملية التبريد وزمن الحفظ. كتير جدا زي ما ذكرت ان انا بستخدم في الصورة اللي انا حطيتها لكم هنا جو معدل لعملية التبريد، وتعتبر من الافضل الحالات هنا ان انا بتحكم في نسبة من الاكسجين من 2 لـ10% ومن ثاني اكسيد الكربون من 5 لـ15%.
حفظ بالتجميد هنا، لا ده انا برفع بقى حمولة التجميد في هذه الحالة، لا اوصل لعملية التجميد ان يحصل تجميد للمحتوى ايه المائي، وبخزن المادة الغذائية على درجة حرارة من البرودة تكفي لحفظ المادة الغذائية مجمدة، وتبقى في حدود سالب 18 درجة. هنا لازم افرق بين التجميد السريع والتجميد البطيء، وايه مميزات التجميد السريع ومميزات التجميد البطيء، وتأثير كل منهما على جودة وسلامة المنتجات الغذائية، وتأثيرهم في إبطاء وإيقاف نشاط التفاعلات الحيوية. في المقابل مهم جدا 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 أشوف إيه اللي بيحصل أثناء عملية التجميد السريع والتجميد البطيء، ونوعية البلورات الثلجية وحجمها وطبيعتها وسرعة أو وقت عملية التجميد. في نفس الوقت لازم أعرف الفرق بين السهر السريع والسهر البطيء، وإيه هي المميزات والعيوب، وإيه هي التغيرات اللي بتحصل أثناء عملية صهر المنتجات الغذائية. الشريحة دي مهمة جدا جدا، وأنا ذكرت في المحاضرة إن أنا بفضل التجميد السريع لكن يفضل الصهر البطيء، ودي ليها المميزات ودي ليها حاطط لكم هنا بعض التغيرات اللي بتحصل كتير جدا أثناء عمليات الصهر. في المقابل الحفظ باستخدام درجة الحرارة العالية، هنا بقى يهمني جدا ان انا بستخدم معاملة حرارية عالية للقضاء على الميكروبات زي صناعة التعليم، مهمة قوي على اي اساس، وده من ضمن الاسئلة المهمة، اختيار المعاملة الحرارية على اي اساس يتم اختيار المعاملة الحرارية، ده موضوع سؤال مهم جدا جدا في المحاضرة. حاطط لكم هنا تصور لخطوات عملية انتاج الاغذية المعلبة، مهمة قوي خطوة دايما موضع أسئلة عندي، اللي هي عملية التسخين الابتدائي أو عملية تفريغ الهواء من محتوى العلبة قبل القفل، لأن ده بيساعد على القضاء على الميكروبات الهوائية، بيمنع أي حدوث تفاعلات كيميائية بين مكونات الغذاء أو بين الغذاء والعلبة، مهم جدا، ودي دايما بتبقى موضع أسئلة صح وغلط أو اختيار. بختار المعاملة الحرارية على حسب درجة الحموضة للمنتج الغذائي، والشريحة دي مهمة لأنها فيها تقسيم الأغذية على حسب درجة البي اتش، وأنا قسمتها لكم إلى 4 أقسام تحفظ. في المحاضرة السابقة ذكرت اسم ميكروب الإشريشيا كولاي ودوره، هنا بقى بذكر الكوليستريديوم بوتولينا كأحد الميكروبات المهمة ذات المقاومة الحرارية العالية اللي على أساسها بيتم تحديد المعاملة الحرارية. ليه؟ لأنه يعتبر أكثر الميكروبات مقاومة للحرارة، مهم موضوع أسئلة ويحفظ. باجي بعد كده التحكم بقى في المحتوى الرطوبي، عملية التجفيف، وهنا بدخل بقى بالتجفيف والتكفيت، بخفض من درجة النشاط المائي إلى الدرجة التي تعيق نشاط الميكروبات، الدرجة التي لا تؤدي إلى نشاط الإنزيمات المسببة لفساد وتدهور المنتجات الغذائية. وإحنا عارفين وقلنا قبل كده إن المحتوى الرطوبي عامل أساسي في التحكم في مسببات الفساد وتدهور جودة وسلامة المنتجات الغذائية. التجفيف الطبيعي او التجفيف الشمسي، التجفيف الصناعي، المميزات والعيوب، خطوات انتاج الاغذية المجففة، ويمكن بربطها بالدروس العملية، عملية الكبرطة، المعاملة بالقلوي، عملية السلق، مهم جدا لان شايفين عايز اعرف الغرض من كل خطوة وعلاقة تنفيذ الخطوة دي بجودة وسلامة المنتج الغذائي. هاجي في الامتحان اقول لك ما الهدف من خطوة الكبرطة، ما الهدف من خطوة السلق، وهديك اختيارات وتبتدي انت تشتغل عليها. مديكوا طرق التجفيف المختلفة ذاكرها، في نفس الوقت انواع المجففة، عامل صور للتجفيف الشمسي، التجفيف الصناعي بالأفران، مجففات الأنفاق، تعبئة وتخزين الأغذية المجففة، ودي مهم جدا إن ما يكونش في أي نوع من أنواع نفاذ الرطوبة على الأغذية المجففة أثناء التخزين، لأنه هيؤدي إلى تدهور ونشاط كتير جدا من الميكروبات. التجفيد ليه بلجأ ليه؟ الأغذية الحساسة لعملية التجفيد، ظاهرة التسامي،
تحول المحتوى الرطوبي من الصورة الصلبة إلى الصورة الغازية دون المرور بالحالة السائلة، وفي هذه الحالة بيتم تجميد المادة الغذائية، ثم تحت درجة حرارة معينة وضغط جوي تحدث ظاهرة التسامي. إذن هنا موضع سؤال، ظاهرة التسامي بتحدث تحت تأثير عاملين، درجة الحرارة والضغط الجوي. شكل لجهاز التكفيت. بعد كده بدور على الطرق المباشرة للقضاء على الكائنات الحية الدقيقة، عملية التشعيع واستخدام التشعيع كوسيلة من وسائل الحفظ المهمة جدا اللي لا تؤدي إلى رفع درجة حرارة المنتج الغذائي، وعشان كده بقول عليها الإشعاع بالتعقيم البارد. إيه هي الاحتياطات المستخدمة المهمة جدا في عملية التشعيع؟ مش بس كده، إيه فايدة التشعيع؟ منع التزريع، تثبيت نشاط الكائنات الحية الدقيقة، القضاء على كتير جدا من مسببات أمراض التسمم الغذائي، إيقاف كتير جدا من نشاط التفاعلات المسببة لتدهور المنتج الغذائي. في اعتبارات مهمة، العشرة كيلو جري مهمة جدا أنا أحفظها، ما أقدرش أزود عنها. أجي بقى للمضادات الحيوية وتأثيراتها، ومهم قوي ان انا اختار المضاد الحيوي اللي يؤثر على مسبب الفساد ولا يؤثر على الانسان، وعشان كده عايز اشوفه جوه جسم الانسان بيحصل فيه ايه. في اعتبارات مهمة تحفظ على اختيار المضادات الحيوية، مع ملاحظة شيء مهم جدا، المضاد الحيوي هيحصل جوه الجسم الانسان وتحديد فترة الامان. وهنا ملحوظة هحطها لكم، بتبقى دايما سؤال، ولا استخدام طريقة التشعيع ولا المضادات الحيوية ولا المواد الحافظة ممكن يكون بديل عن الاهتمام بجودة وسلامة المنتجات الغذائية، الاهتمام بجودة وسلامة بيئة العملية التصنيعية، الاهتمام بجودة وسلامة العوامل المؤثرة على جودة وسلامة المنتجات الغذائية. لان في حد هنا عندنا بيعمل حاجة خطأ جدا، ان المواد الغذائية بتبقى متدهورة في صفات الجودة ويضع بعض المواد على سبيل الغش عشان يحسن من جودة وسلامة المنتج الغذائي. استخدامات المواد المضادات الحية، المضادات الحيوية هنا هنستخدم ايه المشاكل اللي بتواجهنا من استخدام المضادات الحيوية. استخدام المواد الحافظة الكيميائية بقى، وهنا بقى اقسم لكم بقى المواد الحافظة الكيميائية، فود بريزرفيتيف، مواد طبيعية، المواد المضادة للميكروبات زي المواد العضوية والمواد الغير عضوية، المسميات والأمثلة والاستخدامات مهمة قوي لأنها موضع أسئلة. إيه هو التأثير الحافظ للملح والسكر؟ وده سؤال أنا بحب أجيبه دايما في الامتحان، وبيبقى سؤال في الشفوي مهم قوي، السؤال ده مهم جدا جدا جدا، التأثير الحافظ للملح والسكر. المواد المضافة المثبطة للفساد الكيماوي زي مضادات الأكسدة ومضادات التلون البني. في النهاية أنا بشكركم وأتمنى لكم التوفيق. أنا كنت معاكم في ثلاث أبواب، مهم جدا الاستماع لشرح المحاضرات والحضور، الكتاب الإلكتروني، قراية المذكرة، قراية مهمة جدا، متابعتي في الأسئلة اللي بقولها أثناء عملية إلقاء المحاضرة، لأن هي دي الأسئلة اللي أنا هبتدي أجيبها لكم سواء كان في الامتحان النظري أو الامتحان الشفوي. تمنياتي لكم بالتوفيق، وموجود معاكم على المنصة وعلى البريد الإلكتروني وفي الكلية في أي وقت خلال الساعات المكتبية بتاعتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.